اهلا بحضراتكم من جديد. وقبل ما نخوض في الاحداث سريعا، ان احنا نعلن مع حضراتكم تشكيل منتخب مصر اللي هيلعب مباراه تونس الساعه 6 ان شاء الله بتوقيت القاهره. حراسه المرمى محمد الشناوي، اربعه في خط الظهر احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف، اثنين في نص الملعب محمد النني وطارق حامد، الثلاثي اللي امامهم هيكون محمد صلاح وعمرو ورده وتريزيجيه، اما راس حربة منتخب مصر هيكون مروان محسن. كل التوفيق للمنتخب المصري. زي ما ختمنا معاكم قبل الفاصل بمباراة يوم الخميس القادم إن شاء الله ما بين النادي الأهلي ونادي الوصل الإماراتي في كأس زايد الأبطال، المباراة الأولى انتهت 2-2 في القاهرة، لكن هنعرف أكتر من الكابتن حميد يوسف عضو مجلس إدارة نادي الوصل والمشرف العام على الكرة في فريق الوصل الأول. كابتن حميد برحب بحضرتك. أهلين كابتن، كيف الحال؟ الحمد لله كله تمام، شرفنا ومنورنا في قناة الأهلي. طبعا الأشقاء من دولة الإمارات هم أشقاء أعزاء جدا، ويعني بنتطلع لمباراة يوم الخميس القادم. عايز أعرف من حضرتك آخر الاستعدادات من جانب نادي الوصل لاستقبال بعثة النادي الأهلي، وكمان الاستعداد الخاص بالمباراة يوم الخميس القادم إن شاء الله. طبعا علاقتنا متينة، علاقة الشعب الإماراتي بالشعب المصري أشقاء وإخوان، وحياكم في بلدكم الإمارات، وإن شاء الله أن الفريق الأهلي بيطلع يوم 20 إن شاء الله، والاستقبال أكيد كان في تنسيق ما بين إدارة النادي الأهلي مع إدارة نادي الوصل، الأمور مترتبة وتوقيت التدريبات كذلك، يعني ننتظر حضور بعثة الأهلي يعني بشغف. يعني هل في ممكن نتكلم على المباراة، شايف المباراة وصعوبة المباراة على الفريقين، فرص النادي الأهلي وفرص نادي الوصل، هل لو في غيابات عن نادي الوصل نقدر نعرفها من حضرتك؟ طبعا من ناحية المباراة عارف المباراة صعبة جدا علينا نحن طبعا أكثر، يعني عارفين قوة وعراقة النادي الأهلي. أعتقد أن فرصه نحن كانت في مباراه الذهاب ان ممكن قدمنا مستوى يعني مباراه استثنائيه من فريق الاهلي باسمه الكبير بلعيبه الدوليين. اعتقد انها كانت مباراه استثنائيه، قدرنا نحن يعني نطلع بنتيجه ايجابيه بالنسبه لنا يعني اشبه بالفوز. فاعتقد ان مباراتنا هذه اكيد بيكون فيها الحذر كثير من جانبنا، عارفين يعني خروج يعني الاهلي من البطوله الافريقيه دون تتويج، هذا يعني يعطي لعيبه النادي الاهلي دافع جديد. مظبوط. البطوله انهم يعني مظبوط الخروج من البطوله الافريقيه خساره النهائي، فاعتقد ان احنا عارفين كل الامور الخاصه بنادي الاهلي من ناحيه القوه، من ناحيه اللعيبه، من كل الامور هذه انها بتكون صعبه علينا في مباراه الاياب، لكن ما يمنع ان نحن عندنا طموح ان يعني ان نطلع من المباراه بنتيجه ايجابيه تسعفنا ان متعدينا للدور اللي بعده. طبعا نادي الوصل في المباراه الاولى ادى بشكل جيد جدا، وطبعا أكيد وجود نادي الوصل في مصر هو شرف لينا كمصريين وكنادي الأهلي، لكن المباراة الأولى زي ما حضرتك قلت إن النادي الوصل عمل نتيجة إيجابية، هل النتيجة الإيجابية ممكن تكون دافع أكبر لنادي الوصل، ولا ممكن تكون ضغط أكبر على اللعيبة إن هم يحققوا نتيجة إيجابية تانية في الإمارات، خصوصا إن النادي الأهلي زي ما حضرتك عارف إنه دايما بيسعى إلى التتويج في أي بطولة بيشارك فيها؟ طبعا حاطين كل الامور هاي في عين الاعتبار، عارفين ان يعني مستوانا نحن يعني من بدايه الموسم ممكن في مختلف المسابقات يمكن متذبذب نوعا ما، لكن تميزنا كان في مباريات كاس زايد في البطوله العربيه. اعتقد ان اللاعب ليس عليهم ضغوط كبيره، عارفين نحن اللاعب الاهلي مهما كانت النتيجه في النهايه، اعتقد ان الظهور الجيد في المباراه اكيد عندنا يعني ثقه في اللاعبين انهم يقدمون كل ما عندهم في مباراه يعني مباراه كبيره ضد فريق كبير. طبعا نحاول ان نحقق نتيجه ايجابيه في المباراه،
ليست ما عندنا ضغوط كبيرة علينا نحن، يمكن الضغوط على الأهلي المصري أكثر، لأن خارج من موقف صعب يحب يعوض بأسرع وقت. يمكن نتيجة الذهاب كذلك لازم نحطها في عين الاعتبار، أن الأهلي لابد أن يسجل في المباراة. يعني كل الامور هذه طبعا حسب التدرب طبعا تنتهي مع بدايه المباراه. يعني عارفين صعوبه المباراه. طبعا يعني هل حضرتك شايف الوصل والدوري الاماراتي برضو عايز اطمن على فريق الوصل في الدوري الاماراتي، هل حضرتك شايف الامور ازاي؟ هل فريق الوصل حاليا مستقر؟ عارفين ان كان في تغيير قبل مباراه الاهلي مباشره في الجهاز الفني، لكن برضو حابب اطمن من حضرتك على فريق الوصل في الدوري الاماراتي. طبعا بعد يعني نحن بعد مباراة الأهلي المصري كسبنا مباراة في الدوري وخسرنا مباراة في الدوري العام، وترتيب يعني عندنا 10 نقاط ترتيب تقريبا العاشر. فأعتقد أن فيما ذكرت سابقا أن تذبذب مستوى الفريق أحيانا وتميز الفريق في البطولة الخارجية أكثر من البطولة المحلية. يعني نعم تفضل يا كابتن تفضل. فطبعا احنا دائما في المباريات الخارجيه طبعا الوضع يختلف من بالنسبه للفريق، عندما تلعب امام فرق كبيره تحاول انك تثبت وجودك، تعطي انطباع جيد، كل الامور هذه يعني تكون لصالح الفريق مش ضده. كابتن حميد يوسف بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا في قناة الأهلي، عضو مجلس إدارة نادي الوصل والمشرف العام على فريق الكرة، وكان كلامنا بخصوص مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في كأس زايد الأبطال يوم الخميس القادم بعد اللقاء الأول اللي كان في القاهرة وانتهى بتعادل الفريقين 2-2. كل التوفيق للنادي الأهلي وكل التوفيق ل